السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا، حياكم الله زملائنا في الإدارة العامة لمكافأة عدوى المنشآت الصحية، طلاب برنامج الهويز، زملائنا في المديريات. اليوم بإذن الله نلتقي في الأسبوع الثامن الخاص بموضوع الكاوتي أوت أوف نيشن. يقدم لنا الزميل فايز الدلبحي من إدارة الترصد الوبائي بالإدارة العامة لمكافحة العدوى. تفضل أستاذنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعا، شكرا هند. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الكوشن كاستراتيجية كاوتي أوت أوف نيشن، راح إن شاء الله نتطرق لها في جميع تفاصيلها، وبإذن الله تستمتعون معنا في الاستراتيجية الوطنية لخفض معدلات عدوى القسطرة البولية. راح نتكلم في البداية عن الكونتنت المقدمة، ومن ثم تأثير الكاوتي على منشآتنا الصحية، ومن ثم مناقشة الريت الخاص بالكاوتي في المستشفيات الخاصة لوزارة الصحة لعام 2022، ومن ثم الفيشبون الجاب أناليسز اللي تم استخدامه في تحليل الأسباب اللي أدت إلى ارتفاع الكاوتي، ومن ثم الديسكريبشن الخاص بالكوشن اللي يحتوي على الرسالة والرؤية والهدف الخاص بالاستراتيجية، ومن ثم أهداف الاستراتيجية، ومن ثم مراحلها، ثم عدد ركائز الاستراتيجية والفاردر انفورميشن اللي من خلالها إن شاء الله يتم تطبيقها في منشآتنا الصحية لتحقيق أهداف الاستراتيجية. نبدأ في المقدمة. كاوتي مثل ما يعرف الجميع إنها العدوى المرتبطة بجهاز القسطرة البولية. وفقا للإحصائيات الصادرة من CDC American، تقريبا من 12 إلى 16% من الأدلت patients have enduring urinary catheter during their hospital stay. برضو تشير من الستاتستيك والأرقام أنه الكاوتي تمثل أكثر من 30% مقارنة باقي الـ HAIs في المنشآت الصحية. بالنسبة لتأثيرها على المنشآت الصحية، ممكن تأثر في بقاء المريض أو إطالة بقاء المريض من يومين إلى 4 أيام. برضو الـ High Morbidity and Mortalities، حيث أنه 13,000 وفاة سنويا في المنشآت الصحية حسب الـ CDC الأمريكان كل سنة. برضو في الكوست والتكلفة المالية على المنشآت الصحية، كل سنة الكاوتي تكلف 400 إلى 500 بليون دولار. بعد مراجعة أور داتا في أمواج لعام 2022 ومقارنتها ب 2021، اتضح أنه في ارتفاع في معدلات الكاوتي في 2022، حيث كان 1.03 لكل 1000 يورين كاثيتر دايز، مقارنة ب 2021 كان 0.92 لكل 1000 يورين كاثيتر دايز. في المقابل ديفايس يوتيليزيشن ريشيو اللي هو معدلات استخدام الجهاز ارتفع في 2022 بنسبة 33% مقارنة ب 2021، مما استدعى الحاجة عندنا في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية إلى تدخل يمكن أن يخفض عدوى القسطرة البولية، وأيضا يخفض استخدام أو معدلات الجهاز القسطرة البولية. طبعا التدخل راح يكون according to evidence based interventions من خلال العديد من الكومبوننتس. لما تم عمل فيش بون اناليسز او جاب اناليسز لمعرفه الاسباب او العوامل اللي ادت لارتفاع الكاوتي في منشآتنا الصحيه، اتضح انه فيه خمس مين اليمنت كان لها سبب ودور رئيسي في ارتفاع الكاوتي. نبدا مثلا في البرامج البروجرام lack of education and training on of prevention of cavity بالنسبة للممارسين الصحيين، الداتا انتري في الكرونج سيستم والتقيد بالابلاغ بشكل دوري، lack of competency based training on urinary catheter insertion and maintenance. في ارضو another elements اللي هو الخاص بالpeople والstaff، no cavity no no استاذ فايز معلش تفضل ممكن تكبر الشاشة إذا ممكن؟
بيوس. الانذر اليمنت هو البيبل اور ستاف اللي هو خاص بالممارسين الصحيين. نو كاو تو شامبيونز نوت ويل تريند ستاف فور انسيرشن يورين كاتيترز نوت ويل تريند ستاف مينتيننج يورين كاتيترز واللاك اوف ليدرشيب سبورت. بالنسبه للبروسيس اند بروسيجرز الانديكيشنز الخاص بالانسيرشن نوت دوكيومنتد no proper aseptic technique during the insertion or maintenance not organized surveillance process والسبلاي مثل ما يعرف الجميع ولا يخفى عليه الشورتج في السبلاي والإشيو المتعلقة في السبلاي. من ناحية البوليسي برضو ما كان في بوليسي أو guidelines واضح للكاوتي والتعامل معه، ما كان فيه standardized form by MOH. والحمد لله during our preparation للاستراتيجية تم تغطية كل الإليمنتس اللي اتضح أن لها سبب في زيادة معدلات الكاوتي. تم تقسيم المنشآت الصحية وفقاً لأربع كاتيجوريز اللي هو نبدأ بالجرين اللي هو with the target established target من 0 إلى 0.5 وهو في النورمال رينج وخلنا نقول في الجرين ليفل. اليلو زون هو من 0.5 إلى 1.7 لكل 1000 يورين كاتيتر دايز هو above the target established لكنه يحتاج analysis and monitor. والريد زونز اللي هو من 0.1.7 إلى 3.4 per 1000 يورين كاتيتر دايز هو above the established target ويحتاج required urgent attention. البلاك زون هو more than 3.4 per 1000 urinary catheter days وهو يحتاج urgent attention and need aggressive measures. الان عندنا description of caution. What is caution? Caution هو abbreviation stand for cavity out of nation. هي استراتيجية وطنية تهدف الى خفض معدلات الكاوتي او العدوى المرتبطة بالقصر البولية في جميع المنشآت الصحية من خلال تدخلات علمية مكثفة تساعد الممارسين الصحيين لتحقيق هدفها بإذن الله. الفيجن الرؤية هو to eliminate cavity in all national healthcare facilities by the end of the year 2025. Our mission to enhance knowledge and practice related to the update evidence-based bundles of intervention of the prevention of cavity among all healthcare healthcare professionals in all national healthcare facilities. The aim to reduce cavity rate by 50% starting from March 2023 إلى March 2025 لمدة 3 سنوات. الاستراتيجيك جولز مهم جدا ان اي استراتيجيه كلها جولز ويكون الجولز كلير للهيلث كير بروفيشنالز. الجول الاول هو to improve awareness of leaders and decision makers about caution من خلال رؤيتنا رسالتنا هدفها كل كومبوننتس الخاص بالاستراتيجيه كcaution. مهم جدا الليدرز وصناع القرار في منشآت الصحيه يكون علمهم يكون على علم وعلى اطلاع بالاستراتيجيه الوطنيه لخفض معدلات القصر البوليه لانه نحتاج منهم later on راح يتضح في احد الكومبوننتس الليدرشيب كومبوننت. احنا نحتاج من اور ليدرز their support but first we need to inform them about the strategy about the goals about the aims what do you need from them to support. لذلك من المهم جدا وتم اخذ بعين الاعتبار انه الاويرنس الخاص بالليدرز مهم جدا واهم اهداف الاستراتيجيه. Second goals to construct evidence based best practices هنا على ناحيتين او على جهتين. من ناحيه اعداد استراتيجيه according to the evidence based practice as strategy وبرضه اعداد كل التدخلات العلميه اللي خاصه بالكاوتي according to evidence based best practices حتى يتم التدخل فيها. الثيرد وان تو مينتين افكتيف شين اوف سبلايز مهم جدا
ووضحنا في الفيش بون اناليسز ان السبلايز هو احد العناصر والفاكتورز اللي سبب في ارتفاع الكاوتي، والجولز الخاص فيه انه تو مينتين افكتيف شين اوف سبلايز تو مينتين اور جولز to promote and standardize the knowledge and the practice related to new update evidence-based recommendations of prevention of cavity. Once we prepared our interventions, سواء كانت guidelines أو forms أو tools, كانت متوافقة تماماً مع last recommendation evidence-based practice اللي من خلالها إن شاء الله إذا تم تنفيذها by our healthcare professionals in our healthcare facilities ان شاء الله راح يتم تحقيق هدف الاستراتيجيه ورؤيتها ورسالتها to educate staff patients and family. Training and education احد الكومبوننتس الخاص بالاستراتيجيه. Education يهدف الى تطوير الممارسين الصحيين من ناحيه التعامل مع الكالتي في الانسرشن والمينتنس، من ناحيه البيشنت دير سيلف، من ناحيه الفاميلي when we have any family care giver for the patients. الكومبوننتس الخاص بالتريننج اديوكيشن تم تغطيه المجال الخاص في 3 elements to monitor and evaluate cavity events rate and device utilization ratio. مثل ما يعرف الجميع ان اي استراتيجيه او اي project without monitoring and evaluation will be useless. الهدف من المونيتورنج والايفالويشن بشكل دوري هو معرفه where you are from your interventions. Is your intervention suitable or not? Is it worked or not worked? المونيتورنج والايفالويشن يعطيك اوفر فيو ايمج عن الوضع الحالي اللي مرت فيه الهيلث كير فاسيلتيز، ويحدد ويقيم التدخل اللي تم اتخاذه من قبل الهيلث كير فاسيلتيز according to the caution components, caution strategies to conduct caution to cavity, which is C2C competition. الغرض من C2C competition هو enhance البرفورمانس الخاص بتعامل المنشآت الصحية مع الاستراتيجية. لما تم إعداد الاستراتيجية رجعنا للإيفيدنس بيست، حصلنا إنه أي بروجكت أو أي استراتيجية يصاحبها initiatives أو competitions يكون البرفورمانس فيها أعلى من أي بروجكت ما يصاحبه أي initiatives أو أي competitions. ولنا تجربة في CRRS اللي هي استراتيجية الوطنية لخفض معدلات العدوى القسطرة الوريدية، كان صاحب لها الجو جرين، وفعلا كان لها أثر إيجابي كGo Green Initiatives على الهول CRRS Strategies to enhance engagement of multidisciplinary stakeholders helping Caution implementation. مثل ما يعرف الجميع استراتيجية كبيرة مثل Caution فيها أطراف كثيرة تدخل فيها، stakeholders كثير يدخلون مع بعض حتى يتم تقديم الاستراتيجية وأهدافها بشكل صحيح. مثلا على مستوى المنشآت الصحية Infection Control مع الكواليتي والسبلاي اللاب، ذول يعتبرون ستيك هولدرز على مستوى الهوسبيتال ليفلز. لو نطلع للكلاسترز برضو لهم دور، المديريات لهم دور، الوزاره الجي دي اي بي سي لهم دور، مختلف التخصصات ومختلف الديبارتمنتس. لذلك الستيك هولدرز الانجيجمنت والتفاهم والكوميونيكيشن الواضح والكلير بينهم مهم جدا. To establish a channel communication to disseminate the information and knowledge about caution and spread our experience. مهم جدا إنه الكوميونيكيشن يتم من خلال channels واضح في المستشفيات والكلاستر والريجنال حتى يتم تحقيق هدف الاستراتيجية. برضو من الإيفيدنس بيس بعد مراجعته اتضح إنه أكثر من 80% من الورك بليس إيشيو متعلق بالمس كوميونيكيشن. لذلك تم اتخاذه وتم ادراج كومبوننت خاص في الكوميونيكيشن في استراتيجيه الكوشن. ومن ضمن الكوميونيكيشن هو ان شاء الله الماركتنج على مستوى الناشونال والانترناشونال للكوشن كاكسبيرينس لنا كمو اتش يتم تعميمها باذن الله على المستوى المحلي والدولي والاستفاده منها.
frequently monitoring and evaluation اللي هو KPI الخاص بالكوشنز. قلنا إنه monitoring and evaluation مهم جدا ليعطيك image وتصور where you are, what do you need, do you need to go step back to evaluate your interventions, evaluate your way for implement the strategy. لما تم إعداد الاستراتيجية مرت بثلاث مراحل. المرحلة الأولى اللي هو الإعداد والتخطيط، ومن ثم التنفيذ، ومن ثم المتابعة والتقييم. راح نأخذها بشكل مفصل. البريبريتوري والبلانينج اللي هو الإعداد والتخطيط، أحد مثلا الجزئية والإلمنتس الخاص في الإعداد والتخطيط كان برينستورمينج between us in our GDIBC team. Assessment tool استخدمناها بداية الاستراتيجية لمعرفة الوضع الراهن لمستشفياتنا لمو اتش، حتى تعطينا انطباع وتصور للجابز اللي ممكن من خلاله يتم تحديد المعوقات وبناء الاستراتيجية عليها بشكل صحيح حتى يتم تغطيتها. الداتا فاليديشن هو اللي مقارنة الداتا في 2022 مع الداتا 2021، واتضح الفرق بيننا في سلايدز اللي شرحناه من قبل، ومن ثم السيارة رأس اكسبيرينس سبقت الكوشن بسنة، وتمت الاستفادة من السيارة رأس اكسبيرينس على مستوى جي تي اي بي سي ام ويتش في اعداد الكوشن كسكند بروجكت لنا ولله الحمد. ومن ثم الاكسبرت اوبينيون في التيم الخاص بالجي تي اي بي سي في اكسبرت، وتم الاستعانه بارائهم ومقترحاتهم بشكل دوري حتى تظهر الاستراتيجيه بالشكل الصحيح اللي من خلاله ان شاء الله يتم تنفيذها وتحقيق اهدافها. الكواليتي تولز استخدمنا الفيشبون، اتضح في سلايد السابق كاحد الادوات المستخدمه في الجوده لتحديد الجاب اناليسيس حتى يعطي تصور واضح للوضع الخاص بالكاوتي. الميتينجز اللي هو اجتماعات متكررة بداية ما تم البلان للاستراتيجية إلى ما بعد الاستراتيجية بشكل دوري، سواء أثناء التخطيط وأثناء التنفيذ، والآن في مرحلة التنفيذ وجزئية المونترغ الفلويشن ما زال الميتينجز مستمر up to date. مرحلة implementations وهو مرحلة نعتمد فيها بشكل كبير على زملائنا الممارسين الصحيين في المنشآت الصحية. تم إعداد كالتي بريفيشن تولز لهم يساعدهم في تحقيق هدفها، ومن ثم الحصن بلس وإدخال الداتا عن طريق حصن بلس بشكل دوري، والجايد لاينز برضو تم إعداده وصار له ببلش للممارسين الصحيين ومنشآتنا الصحية ليتم تنفيذه. الإدوكيشن والترينينج هو أحد الكومبوننتس الخاص بالاستراتيجية، وهو يعمل أو ينفذ على مستويات كثيرة من مستوى الجي دي اي بي سي، مستوى المديرية، الكلاستر والهوسبيتالز بشكل دوري. الأويرنس والحملات التوعية برضو بعد إطلاق الاستراتيجية وأثناء إطلاق الاستراتيجية ما زالت المنشآت الصحية تعمل أويرنس بشكل دوري وبشكل شهري عن الكوشن از استراتيجيه او عن الكالتي بريفنشنز اوفر اول. الكومبتنسز احد التولز اللي تم اعداده للكالتي والكوشن استراتيجي هي كومبتنسز تول، يتم استخدامها من قبل الممارسين الصحيين للتارجت اريا في منشاتنا الصحيه حتى يتم معرفه وتحديد وتقييم مستوى الكومبتنسز الخاص بالهيلثكير بروفيشنالز. الشين اوف سبلايز وهو الفورمات خاصه وتولز خاص بالسبلاي الخاص بالكوشن او الكاوتي تحديدا، يتم مراقبته بشكل دوري من خلال البار ليفل في منشاتنا الصحيه، واذا فيه لا سمح الله اني تشالنج او اني جاب يتم التواصل من الكوميونيكيشن عن طريق خلينا نقول الليفلز الخاص من منشآت الصحية مرورا بالكلاستر المديرية إلى الوزارة. البيرسونيل والستاف التريننج إدوكيشنز طبعا نعرف إنه في راح يكون له امبروف وأوتكم جيد جدا على البيرسونيل والستاف من ناحية الأداء النولج
والانفورميشن والناحية التعامل الجيد والبراكتس الجيد في الكوشن. الفيلد فيزيتس جزء منها على الجي دي اي بي سي وجزء من زملائنا في المديرية والكلاسترز لتحقق من تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع. والحمد تم زيارة أكثر من هوسبيتالز وكانت زيارات تثلج الصدر, كان الفور مطبق ومعمول به في أغلب المستشفيات الصحية اللي تم زيارتها. الكوميونيكيشن وهو التواصل بشكل مستمر وفعال إلى ما تم تحقيق أهداف والاستراتيجية المرجو منها. المونتر كولفلويشن والمتابعة والتطوير تتم عن طريق ريبورتس, في ريبورت شهري, في ريبورتس مانثلي وسيمي أنوال وأنوال, والوركشوب الخاص في المونتر كولفلويشن يتم مشاركة الداتا بعد تحليلها, والفيدباك الخاص في البروسس يتم برضو مشاركته مع المنشآت الصحية حتى يتم معرفة الليفل اللي هم أو خلينا نقول الاسسمنت ليفل اللي they achieved during our monitoring and evaluation. Supervisions برضو supervisions مستمر من خلال القنوات المعنية لتطبيق الاستراتيجية, supervision من ناحية الجي دي اي بي سي والمديرية والكلاسترز, ويتم مشاركتها بشكل دوري مع المنشآت. Validation visits والregular meetings تم توضيحها في سلايدز وهي مستمرة معنا إلى نهاية إن شاء الله الاستراتيجية. هنا 8 components خاصة بالاستراتيجية أو كوشن استراتيجي. بداية leadership and governance وهو أول components لأهميته, لأن قلنا إحنا نحتاج دعم من leaders أو decision makers, لذلك كان له أولوية priority ليكون أول components. لكن رسالتنا دائم للممارسين الصحيين إنه leadership support cannot be achieved without deliver our voice. How can we deliver our voice? By collecting the data بشكل مستمر, analyze the data بشكل مستمر, and disseminate the data بشكل دوري ل our leaders من خلال الكوميتي الخاص بال IPC, الكوميتي الخاص بال leaders وال leadership في المستشفى أو المنشآت الصحية, حتى our leaders يكون لهم اطلاع وعلى علم بالcurrent situations الخاص بالcaution in general. الcounty surveillance and data management هو خاص بالsurveillance department بشكل دوري. نعرف انه الcore function للsurveillance department هو تحليل البيانات, جمع البيانات وتحليلها ومن ثم مقارنتها بالbenchmark المحلي والدولي, ومن ثم ارسالها او disseminated leaders to improve current situation if it's worst. الكالتي بريفنشن بيست براكتسز مثل ما ذكرنا انه تم اعداد البريفنشن بيست براكتسز according to last recommendation evidence based, وراح نعرفها ان شاء الله في السلايدز الجاي من ناحيه التولز والفورمز اللي من خلال المنشآت الصحيه. الرابع البيرسونيل اند كوميونيكيشن مانجمنت, ولأهميته ذكرنا أنه أكثر من 8% related to workplace issue متعلق بالmiss communication أو low communication أو bad communication. لذلك مهم جدا أنه يكون فيه component خاص بالpersonal and communication management ليتم التواصل بشكل مستمر مع القنوات المعنية لتنفيذ الاستراتيجية على كل المستويات المختلفة. Education training of staff patients and their families, في خطة كاملة تهدف أو تحتوي على activities خاصة تستهدف 20 منطقة عندنا في الموج, مو فقط إن الموج هوسبيتال, موج هوسبيتال نانو موج برايفت تم العمل فيها والله الحمد من بداية الاستراتيجية إلى الآن ومستمرة معنا إلى نهاية الاستراتيجية. يتم فيها إيصال أو deliver education training من خلال الهاندز أون, من خلال الثيري بارتس في منشآتنا الصحية. ولله الحمد تم عمل analysis للفيدباك الخاص بالeducation training للفترة الماضية, كان satisfactions مرضي جدا ومناسب جدا,
وهذا كل ما يخص الإدوكيشن والترينينج. اليوريني كاتيتر انسيرشن اند مينتنس سبلايز اجتماعات دورية يناقش بشكل دوري كل ما يخص السبلايز في الكوشن از استراتيجي، واذا في جابز او في شالنج يتم مشاركتها مع البيرسونال او الدومينز الخاص بالسبلايز في الكوشن. بيرفورمانس امبروفمنت باي مونيتورينج اند ايفالويشن من خلال الكي بي ايز والريجولر ريبورتس كوارترلي وسيمي انوال ومونثلي من خلال اور كوليج ان اور مونيتورينج اند ايفالويشن يونت ان جي دي اي بي سي. كوشن تو كالتي انيشيتيفز تم اطلاقها في مارش 2023 الى ديسمبر 2023، ضمت تقريبا 32 مستشفى او 32 منشأة صحية على مستوى المملكة، في منها government، في منها nanomerge، في منها private. الـ evidence based interventions تم اعداده بالتعاون مع زملائنا في الإدارة العامة لمكافحة عدوى المنشآت الصحية، كلهم فيما يخصه. تم اعداد الجايدلاينز الخاص بالكاوتي كـ preventions والتولز، تم اعداد تولز الكوشن رود ماب. الهدف من الرود ماب هي assessment أو elements يتم عمل assessment لها في المنشآت الصحية حتى يتم أو يتم identify الجاب في منشآتنا الصحية. تم عمل competency للinsertion والmaintenance، برضو adherence للmonitoring وadherence للinsertion والmaintenance. daily county safety huddles هو فورم الغرض منه يكون في اجتماع بشكل يومي لجميع أو بعض الممارسين الصحيين في التارجت يونت اللي هي Adult Medical Surgical ICU. الغرض منه يتم مراجعة البيشنتس اللي هم على On Urinary Catheter Devization Device، ومن ثم يتم تحديد أو Review النيد للديفايس والتأكد من الـ Best Practices During Their Visits. الكوشن شامبيونز كريتيريا هو شامبيونز الهدف منه يكون عنده فكرة وملم بالكوشن بالكاوتي بشكل خاص، ومن ثم يتم الاستفادة منه حتى يتم ديليفر للإدوكيشن أو المسج من خلال الشامبيونز. برضو تم إعداد تولز خاص بالسبلايز وإدوكيشن ماتيريالز ليكتشرز الكاوتي سيرفيلنس والكاوتي بريفينشنز والعديد من البوسترز اللي خاص بالإنسيرشن والمينتنانس وكيفية أخذ السامبلز during our work. هنا الباركود if you don't mind to scan it راح يأخذكم إلى الهوم بيج الخاص بالكوشن في موقع إدارة عامة مكافحة عدوى المنشآت الصحية. كل تفاصيل الاستراتيجية موجودة في الباركود من بداية الانترودكشن إلى البوسترز. Finally, في حال بمشيئة الله تنفيذ الاستراتيجية والتأكد من العمل على all the components وأهدافها والform والtools اللي خاص فيها، بإذن الله قادرين على تحقيق قول الله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. شكرا لكم. إذا في أي استفسار تفضلوا. يعطيك العافية أستاذ فايز على المحاضرة القيمة. زملائي إذا في أي سؤال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. عليكم السلام. تسمح لي سؤال معك فؤاد المزي. الله يحفظكم. فقط أنا يعني حاب إني أطرح ال challenges. أستاذ فايز ما قصرت، يعطيك العافية. مرة مرور سريع على جميع ال component بالإضافة إلى ال خلينا نقول الإنجازات المبدئية أو المتوقعة من ال المبادرة. ممكن أنا أقول إنه ودي أسمع منك إذا في إمكانية إيش التشالنجز المتوقعة خلال الجيرني الخاصة بالاستراتيجي، بالإضافة أن طرحتوا ريت، هل الريت نفسه هذا تعتقدون إنه تشالنجبل بطريقة أخرى أنتوا الآن أقل من الانترناشونال بنشمارك المتاح لنا،
هل انك انت الان تتوقع انك تنزل اعلى من من دول ممكن نقولها قدم السبق في 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 جميع اللي خلينا نقول الكلينيكال سيرفيس ولا الهيلث سيرفيسز؟ هذا كمان غير التشالنجز العامه، ودي التشالنج الخاص في الريت اللي انتم حطيتوه از بنش مارك وحابين توصلون له قياسا بالريت العالمي، هل نتوقع انه هو بحد ذاته تشالنج ممكن بدلا ننزل نزيد بناء على المبادره هذه؟ طيب شكرا لك دكتور. بالنسبه للتشالنج من ناحيه الريت وال التشالنج اللي مايت وي فيس، ممكن هو فعلا بلو ذا الانترناشونال بنش مارك، لكن تعرف استراتيجية مثل ذي ممكن انه يكون الريت يزيد بناء على خلينا نقول الاويرنس والامبروفمنت اللي راح يصاحب الاستراتيجية من ناحية الكالتي كديفينيشنز، من ناحية الكالتي كديلينج، من ناحية الكالتي كجايدلاينز. الايم الخاص فينا ان شاء الله يكون 50% اللي هو 0.5 بمشيئة الله بتعاون زملائنا في المنشآت الصحية في implement all components خاص بالكاوتي والtools والforms وتأكيد deliver training educations بالذات والدعم الخاص من leaders في المنشآت الصحية بإذن الله قادرين على تحقيقه. بعطيك ريت دكتور لأبريل وماي، وهو قريب ترى من الأور أيب. شهر أبريل 2023 كان الريت 0.66 وماي 0.68، يعني مو بعيد من التارجت ايم. بإذن الله بتعاون الجميع قادرين على تحقيق الهدف المرجو. دكتور خالد في أي سؤال؟ إذا تسمح لي بس يمكن من ناحية خلنا نقول بروجكت مانجمنت وغيرها من الفوائد، إذا في كي فاكتورز أو كي فاكتور وحيد فقط انك تقدر تقول انه هو اللي تعتقد انه هو الكي فاكتور للنجاح، ايش من ناحيه مانجمنت اكثر من كونه من ناحيه ماي كاوتي، ايش تنصحنا فيه دكتور؟ اي بروجكت اذا تحقق هدف المونتري ايفالويشن بشكل مستمر وفرديت الداتا هو نجاح للمشروع. اي بروجكت اذا المونتري ايفالويشن مفعل بشكل صحيح يعتبر نجاح للمشروع، سواء تحقق الايم او لم يتحقق، لان المونتري ايفالويشن هو في الاول والاخير اللي يعطيك ايمج بيفور بروجكت وافتر بروجكت. شكرا يعطيك العافيه. حياك الله دكتور. السلام عليكم استاذ فايز، كيف حالك؟ السلام، يا مرحبا. معك اخوك فايع من صحة عسير الله يحفظك. أستاذ فايز، أنا بس كان سؤالي، هذه استراتيجية على مدى 3 سنوات. صحيح. والإيم حقها أنه 50% ديكريز اللي هو الريت، صح ولا لا؟ صحيح. الفكرة عندي الآن، أنت الحين عندنا استراتيجية، هل في خطة تشغيلية لكل سنة؟ يعني بحيث انه يكون متطلب من كل مستشفيات يعني داخله معانا في البروجكت عندهم متطلبات في كل سنه، عشان احنا بعدين نوصل في النهايه الى الهدف اللي هو حق الاستراتيجيه. والشيء الثاني، في حال لا سمح الله بعض المنشآت انهم بعض المتطلبات ما استكملوها، هل يقدروا يكملوا في الاستراتيجيه اذا كان بعض التشالنجز واجهتهم في تنفيذ المتطلبات، ولا هي على مدار 3 سنوات عندي هذه الأهداف وأنا قد ما أقدر أني أتمم المتطلبات سواء في سنة سنة ونص، وفي النهاية المخرج اللي هو الإيفالويشن أو الريت في النهاية هو اللي يقيمني؟ طيب يعطيك العافية فايا. ذكرنا في أحد الجولز أنه construct evidence-based best practice للاستراتيجية وللكوشن as target HAIs. الاستراتيجية بنيت على evidence-based best practice، تم أخذ بعين الاعتبار دور كل component. صحيح في خطة تشغيلية وفي challenge ممكن أن تقابل وتواجه المنشآت أو بعض المنشآت الصحية، لكن حرصنا في الإدارة عام مكافحة عدم المنشآت الصحية أن كل component خاص بالcaution as strategy يغطي
كل شالنج ممكن يكون له ريز في منشآت مصرفية. إذا في شالنج من ناحية الكوميونيكيشن تفعيل دور الكوميونيكيشن، إذا في شالنج من ناحية التريننج إديوكيشن في فهم أو أندرستاند بعض التولز والفورمز يتم تفعيلها كتريننج إديوكيشنز على مستوى الإدارة والمديرية الكلاسترز. الهدف الاستراتيجية صحيح 0.5 لمدة 3 سنوات. احنا في الإدارة في برضه كومبونة المونيتنج والفالويشن بشكل شهري وربعي وسيمي وانوال، تم مراجعتها مع الإدارة مع الدكتور خالد شخصيا ومع الزملاء لمعرفة الانترفينشنز وتقييم الاستراتيجية ومدى نجاحها ومدى تأثيرها والفيدباك اللي وصلنا من المنشآت الصحية. هل في إمكانية يكون في امبروفمنت مثلا لتولز معين، لكومبوننتس معين، لانترفينشنز معين؟ اذا حصلنا الفرصه وحسينا انه والله فيه جزئيه تحتاج امبروفمنتس واي نوت، تاكد انه اكيد راح يكون لها امبروفمنتس اكوردنج تو ايفيدنس بيسد براكتس بعد ما يكون لها دسكشن وديبيت مع اور اكسبيرت ان جي دي اي بي سي مع اور ليدرز، وراح يتم مشاركتها مع جميع المنشآت الصحيه. اتمنى اني جاوبتك كفايه. تسلم، شكرا استاذ فايز. إذا في أي سؤال آخر؟ السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل أستاذ نايف. المعذرة، بس استفساري بخصوص هل في بلان إنه ممكن القائمين على الكوشن يشاركونا تجارب منشآت مثلا قدرت توصل إلى التارجت ريت او قريب من التارجت ريت، يعني لانه تقريبا في السي تو سي يعني على حد علمي انا ما في، يعني انا كمنشاه احب مثلا اشوف يعني المنشات اللي وصلت لهذا الريت ايش تجاربهم، كيف قدروا يوصلوا له، كيف قدروا يعني يحلون التشالنجز اللي عندهم. يعطيك العافيه نايف. صحيح، هو الاكسبيرينس والبست براكتسز والشيرنج براكتسز مهم جدا حتى يكون رول موديل لبعض المستشفيات اللي تحتاج رول موديل في الاستراتيجية كوشن. في كذا مستشفيات معنا في سي تو سي تحديدا بما انك تطرقت السي تو سي كان لهم فعلا نيو او ريكرييتيف ايدياز للانكرجمنت والتريننج والاديوكيشن، ممكن نشاركها معكم وتم مشاركة جزء منها وبعض منها في الريجنال جروب، ولا يمنع أن نشاركها معكم في حال الحاجة وحال أنكم طلبتوا منا ذلك. لكن لحد الآن أغلب الفيدباك على السي تو سي والكوشن بشكل عام من ناحية preparation tools forms كان جيد جداً، ولكن كل شخص أو كل منشأة لها طريقتها في deliver message deliver training educations. أستاذ أنس تفضل. السلام عليكم. مساء الخير أستاذ فايز. مساء النور، يا مرحبا. بالنسبة لفي بعض الحالات يتركب لها أجهزة full سكيتر، ويعني الحالة ما تكون يعني في حاجة لتركيب الجهاز، فهل راح يكون لها زي ما تقول توصيات أو مثلا زي ما تقول بوسترات كذا عن طريق التواصل الاجتماعي عن طريق الإيميلات الرسمية، يعني كتثقيف أو كتذكير يعني؟ طيب، يعطيك عافية أنس. هو لو نرجع لأحد الفورمات اسمه Daily Safety Huddles 4، الغرض منه يكون اجتماع بشكل يومي في التارجت إيريا لممارسين صحيين معنيين. الغرض منه الأول to avoid unnecessary fully catheters. هذا كتيم نتكلم منه كوكفورمز موجود. من ناحية الإدوكيشنز والبوسترات موجود برضه في موقع الإدارة العامة لمكافحة العدوى، بوسترات أو بوسترز خاص لكل المعلومات وكل البنفيتس ايديا ذات مايت هيلب يو ان يور فاسيلتيز. ولا يمنع برضه أن نشاركك عن طريق تويتر
عن طريق الريجنال جروب، وانا متاكد انه في اكيد في تويتر وفي في الريجنال جروب بوسترات تفي بالغرض هذا. يعطيك العافيه. الله يعافيك. في اي سؤال اخر؟ شكرا لك استاذ فايز، شكرا لكم جميعا زملائي الاعزاء، ونلتقيكم باذن الله الاسبوع القادم. يعطيك العافيه. شكرا لك.